بداية دعنا نتحدث عن الاتفاق الإطار وما يثار حوله. كل الأطراف تقريبا الوسيطة تتحدث عن أجواء إيجابية إلا الجانب الإسرائيلي والذي يعني يبدي التحفظ، والجانب الأمريكي أيضا على لسان بايدن حينما يقول إنه الاتفاق يشتمل شروط مبالغ فيها بعض الشيء، يعني بهذه العبارة تعبر بايدن. في البداية هذا الاتفاق لم يأتي من فراغ، هو جاء نتيجة فترة وجهود قوية من الأطراف كاملة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وقطر وإسرائيل والمصريين. الشيء المهم في ذلك أن حتى الإسرائيليين، هذا الإطار جاء الرد من قبل المقاومة الفلسطينية رد إيجابي بالإطار العام، ولكن هناك بعض التحفظات في التفاصيل. حاولت المقاومة الفلسطينية الجمع ما بين الاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وبين الطرح الاستراتيجي العسكري والإنجاز السياسي في هذا الرد وفي هذا الإطار. لكن المشكلة لدى الإسرائيليين، لدى بنيامين نتنياهو شخصيا. إذا تحدثنا عن الجانب الإسرائيلي أو الموقف الإسرائيلي، هناك موقفان. الموقف الأول هو موقف المؤسسة الأمنية ممثلة بجهاز الشباك، الأمن العام الشباك وجهاز الموساد، موقف المؤسسة العسكرية الجيش الإسرائيلي، وموقف المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وأفيغدور ليبرمان، وموقف أطراف في الحكومة الإسرائيلية وفي مجلس الحرب بيني جانس وإيزنغوت، وموقف الشارع الإسرائيلي والرأي العام. كل هذه الأطراف هي مؤيدة وداعمة للاتفاق وتقبل بما طرحته حركة حماس من تحفظات من اقتراحات، وترفض التحفظات التي يقدمها نتنياهو. الذي يرفض الاتفاق هو بنيامين نتنياهو شخصيا وحزبه والقوى المتطرفة، العظمة اليهودية والصهيونية الدينية داخل الحكومة الإسرائيلية. ولكن في ظل هذا الإطار، إلى أين تتجه الأمور؟ الآن ستبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات حول التفاصيل، وقد تستغرق كما ذكر الإعلام الإسرائيلي من أسبوع حتى أسبوعين. أعتقد ستنضج الأمور قبل بداية شهر رمضان القادم، سيكون هناك اتفاق وستبدأ مراحل تنفيذ هذا الاتفاق بضغط أمريكي. الآن اليوم وزير الخارجية الأمريكية سيكون في تل أبيب وسيلتقي نتنياهو وربما المجلس الوزراء المصغر ومجلس الحرب، وسيضغط بلينكين من أجل تنفيذ هذا الاتفاق أو الشروع في إجراءات من أجل البدء بتنفيذ خطوات هذا الاتفاق. وهذا يعود إلى قضايا أساسية. أول قضية لدى الجانب الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست معنية بتوسيع الصراع، وأصبحت على قناعة أن ما يحدث في قطاع غزة هو يهدد المصالح الأمريكية والقومية في منطقة الشرق الأوسط. ورأينا في الأسابيع الماضية ماذا حصل للقواعد العسكرية الأمريكية والرد الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الفترة تعاني من الكثير من المشاكل، وأهمها المشاكل الداخلية، مشكلة الحدود ومشكلة الممثلة بولاية تكساس، وهناك بعثت أكثر من 25 ولاية الحرس الوطني إلى هذه الولاية لأن الحرس الحدود الفيدرالي الأمريكي ذهب لتنفيذ قرار المحكمة العليا في واشنطن حول الأسلاك الشائكة على الحدود. هناك سنة انتخابية عاصفة وقضايا داخلية، ما يحدث في الكونغرس حول تمويل والمساعدات العسكرية لإسرائيل الذي أقرها الكونغرس. صحيح، يعني دكتور حسين، يعني في مثل هكذا توقيت، يعني التوقيت دائما المرتبط بالانتخابات الأمريكية، تكون العطايا الأمريكية لإسرائيل غير محسوبة، يعني أملا في دعم اللوبي الصهيوني. هل أيضا ما يحدث الآن بهذا الشكل، أم أنه يعني في بداية هذه العملية العسكرية يعني ذكر أن بايدن يهتم للصوت العربي والجاليات العربية التي باتت أو بدأت تكون مؤثرة؟ نعم، فيما يحدث في الواقع الأمريكي الداخلي هناك بعض المؤشرات والقضايا التي تلعب دورا هاما. أول هذه المؤشرات هي استطلاعات الرأي التي ترجح فوز الرئيس السابق ترامب مرشح الحزب الجمهوري على الرئيس بايدن.
ثانيا ما تقدمه الماكنة الإعلامية والانتخابية للرئيس بايدن حول موقف الولايات المتحدة الأمريكية من العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة بتأثير ذلك على الولايات المتأرجحة. ولاية ميشيغان فيها حوالي 300 ألف صوت عربي ومسلم، وهي ولاية لديها 16 مقعدا في المجمع الانتخابي الإلكتريكال كوليدج، وهي ولاية متأرجحة وحاسمة. في العام 2020 صوتت لبايدن، وفي العام 2016 صوتت لترامب، والذي تصوت هذه الولاية هو الذي يفوز إلى حد ما، كونها ولاية متأرجحة إضافة إلى الولايات المتأرجحة الأخرى. على سبيل المثال في 2020 فاز الرئيس جو بايدن بولاية جورجيا بفرقية 12 ألف صوت عن ترامب، وحصل على 16 مقعدا في المجمع الانتخابي في ولاية جورجيا. ولاية ميشيغان فيها حوالي 300 ألف صوت عربي، هذه الأصوات قادرة على ترجيح الكفة لهذا المرشح أو ذاك. هناك استياء كبير من قبل الجاليات العربية والإسلامية في هذه الولاية من طريقة تعامل إدارة الرئيس بايدن مع الحرب، وهو الآن يريد أن كما يقال أن يمسك العصا من الوسط، التوصل إلى هدنة، هذه الهدنة ل 45 يوم، وقف استهداف المدنيين حتى يخفف من وطأة العداء لسياساته داخل الولايات المتحدة الأمريكية. والقضية الأخرى داخل الكونغرس، ما تم إقراره من مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل، هدد الرئيس بايدن بأنه سوف لن يوقع على هذا القرار وسيتخذ حق النقد ضده. لماذا؟ ليس لأنه لا يريد أن يدعم إسرائيل، ولكن لأن هذا المشروع لم يكون ككتلة كاملة كمشروع مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وقضية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أدى إلى استقطاب حاد ما بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي. إذا بالمجمل، الولايات المتحدة الأمريكية وزير الخارجية الأمريكي الذي يصل اليوم إلى تل أبيب سيضغط حول البدء بتفاهمات وتفاوضات على القضايا الرئيسية التفصيلية في هذا الاتفاق من أجل الوصول إلى حلول وسط، ويتم التوقيع الإعلان عن الالتزام بهذا الاتفاق والبدء بالخطوات العملية لتطبيقه. بالمجمل، إسرائيل فشلت في الكثير من القضايا. أولا، فشلت في استعادة الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، فشلت في التطهير العرقي من قطاع غزة والتهجير القسري، فشلت في تدمير البنية العسكرية للمقاومة الفلسطينية، فهي لم تحقق أي إنجاز. هناك توجه داخل مجلس الحرب الإسرائيلي وداخل الحكومة الإسرائيلية ولدى النخب السياسية والعسكرية والمثقفة، يجب أن يكون هناك مقاربة سياسية إضافة إلى المقاربة العسكرية من أجل تحقيق أهداف الحرب، لأن الحرب هي بالمجمل هي أداة من أدوات السياسة، فيجب التعامل مع أدوات سياسية ومقاربات سياسية تستخدمها الحكومة الإسرائيلية بالإضافة إلى ما تقوم به من أجل تحقيق الأهداف التي شنت من أجلها هذه الحرب. هذا من جانب. من جانب آخر، تتفق هذه الرؤية مع الرؤية الأمريكية في ضرورة إدخال المقاربة السياسية لتحقيق أهداف إسرائيل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية منحت إسرائيل الوقت الكافي، 4 أشهر ودخلنا بالشهر الخامس وحتى الآن لم تحقق أي إنجاز. أثبت ذلك لواشنطن أن الحل العسكري ليس هو الحل، يجب أن يكون هناك مقاربة سياسية بعملية سياسية محددة تنهي هذه الحرب وتستطيع تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها هذه الحرب وشنت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة قدر الإمكان. ولكن في النهاية حتى اللحظة هناك مفاوضات، وقد يكون هناك ضغوطات كبيرة على بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق والبدء بتنفيذ هذا الإطار العام الذي كان الرد الإيجابي من قبل المقاومة واضحا لجميع الأطراف. لدى بنيامين نتنياهو في ظل هذه المعادلة سيناريوهات اثنين. السيناريو الأول، أن يتم إقناع بن جفير وسمطرش بالذهاب إلى هذا الاتفاق وكل الحكومة معا، وبذلك يستطيع تبرير ذلك بأن هذا الاتفاق هو اتفاق تكتيكي لهدنة إنسانية معينة يتم من خلالها إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من قطاع غزة، وبقاء الجيش الإسرائيلي متواجد في الأماكن الموجود فيها. من جانب آخر، موقف المقاومة تريد انسحاب
كامل من قطاع غزة ووقف إطلاق النار، ولكن يمكن أن يكون وقف إطلاق النار هذا تدريجيا أو على مراحل، وبعد نهاية المرحلة الأولى أو الهدنة يستطيع نتنياهو من خلال شركائه في اليمين المتطرف أن يواصل الحرب ويواصل القتال. والسيناريو الثاني وهو ضعيف جدا، أن يذهب نتنياهو إلى هذا الاتفاق بدعم من المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وليبرمان وغانتس أيضا وهو شريكه في الحكومة، والتخلي عن بن جبير وسموتريتش، ولكن هذا احتمال ضعيف لأن بنيامين نتنياهو هو شخص براغماتي محنك سياسيا يوصف بأنه ثعلب السياسة الإسرائيلية ولا يثق بالمعارضة الإسرائيلية، ويثق بالكتلة اليمينية الذي عمل هو على إنشائها وعلى تحالفاتها في الانتخابات لتكون الدرع الحامي له الممثلة بسموتريتش وبن جبير، ولكن المعارضة الإسرائيلية لا يثق بها بنيامين نتنياهو ويتعامل معهم ليسوا كشركاء، يتعامل معهم كموظفين لفترات آنية، ومعنى ذلك أن نتنياهو سيماطل وسيراوغ. هل سيعود يعني هذه الأجواء متبادلة، يعني كما أن نتنياهو لا يثق في المعارضة، المعارضة أيضا لا تثق به وتحاول طوال الوقت أن تبدي يعني كما هو المعتاد في ظل هذه المنافسات السياسية أن تبدي العيوب وتضغط على يعني نتنياهو بمسألة المحتجزين بما تثيره في الشارع الإسرائيلي. إلى أين يفضي هذا الخلاف وهذا الانقسام الذي يبدو واضحا بشكل كبير حتى في التصريحات الإعلامية؟ الأولوية الاستراتيجية للمعارضة الإسرائيلية هي إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة، هذه هي الأولوية والنقطة الأساسية التي تعمل عليها، وهذا يلاقي دعم أمريكي قوي من أجل تنفيذ هذه القضية. على العكس من ذلك، نتنياهو يريد استمرار الحرب من أجل تحقيق إنجازات عسكرية. إذا ذهب نتنياهو إلى الصفقة أو إلى هدنة 45 يوم أو أكثر ولم يحقق هناك أي إنجاز عسكري، فإن هذا سيفسر أنه هزيمة سياسية جديدة، إضافة إلى الهزيمة العسكرية التي مني بها نتنياهو في 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر من خلال الخسائر الفادحة في الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، يضاف إلى ذلك هزيمة سياسية من خلال الدخول إلى هذا الاتفاق، هذا ما يخشاه بنيامين نتنياهو. أعتقد أن بنيامين نتنياهو سيحاول المراوغة لكسب الوقت لفترة أكثر من أجل الوصول إلى بعض الإنجازات التي يستطيع تسويقها وتقديمها للرأي العام الإسرائيلي بأنه حقق إنجازا سياسيا، وبناء على ذلك هو يدخل إلى هذه الصفقة أو إلى هذه الأدنى. من جانب آخر، يحاول بنيامين نتنياهو أن يقدم للمجتمع الإسرائيلي أن الضغط العسكري الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هو الذي أجبر المقاومة الفلسطينية على التراجع عن بعض شروطها المبدئية التي كانت تشترط منذ اللحظة الأولى، وقف إطلاق نار دائم ونهائي منذ المرحلة الأولى، وإعادة انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما قبل 7 أكتوبر. هاتين النقطتين يحاول تقديمها من يمين نتنياهو وأقطاب حزب الليكود والماكنة الإعلامية اليمينية المحسوبة على من يمين نتنياهو بأنها إنجازا حققه نتنياهو من خلال الضغط العسكري على المقاومة الفلسطينية من أجل التراجع عن الشروط التي كانت تتمسك بها. طيب يعني هل يمكن يعني بكل هذه المعطيات وضغط الشارع للإفراج عن المحتجزين أن يفضي ذلك إلى استجابة إسرائيل لهذا الاتفاق الإطاري والذي أبدت عليه تحفظ، هي حتى الآن تقول أنه في مرحلة أو قيد الدراسة؟ نعم، في هذا الاتفاق سيخضع إلى جزئيات محددة ومناقشات مع الأطراف ذات العلاقة. أعتقد أن ذلك في النهاية سيؤدي إلى تنفيذ هذا الاتفاق، ولكن هذا اتفاق إطار شامل ويوجد به عدة مراحل. أعتقد أنه جزئيا سوف يتم بالحد الأدنى تنفيذ المرحلة الأولى وإطلاق سراح جزء من المحتجزين
الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة وتنفيذ صفقة تبادل، ولكن في التفاصيل الأخرى في المرحلة الثانية أو الثالثة أعتقد أن هناك ستصل الأمور إلى طريق مسدود، ويستطيع بنيامين نتنياهو التنصل من هذه الاتفاق من هذا الاتفاق والعودة للحرب والعمليات العسكرية، لأن بنيامين نتنياهو شخصيا على قناعة أن الوقف التام لإطلاق النار في قطاع غزة يعني ذهاب بنيامين نتنياهو إلى المحاكمات أمام القضاء الإسرائيلي، يعني انتخابات جديدة في إسرائيل، يعني خسارة نتنياهو الأغلبية في الكنيست الإسرائيلي هو وشركائه، ليس نتنياهو فقط، وحتى أحزاب اليمين هي على قناعة تامة بأن أي انتخابات قادمة ستكون أعضاء الكنيست من أحزاب الجنرالات والعسكريين السابقين وليس من اليمين القومي أو اليمين أي الديني، ستتقلص وتتراجع كتلة اليمين في الكنيست الإسرائيلي إلى كتلة أقلية بسيطة، وهذا مؤشر قوي على أن هذه الأحزاب ستحاول أن تعمل المستحيل من أجل البقاء في الحكومة وبقاء الكنيست الحالية، رغم أنها تمتلك الأغلبية 64 مقعد، كتلة قوية إذا استثنينا بيني جانس وإيزنجود وحزبهما الذي لديه 8 مقاعد أو 9 مقاعد في هذه الحكومة، قد ينسحب جانس، ولكن انسحاب بيني جانس لا يؤدي إلى انهيار هذه الحكومة، لأن الأغلبية موجودة منذ الأصل، تمتد هذه الصفقة في مرحلتها الأولى وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى بالحد الأدنى على أبعد تقدير، ولكن المراحل الثانية والثالثة قد تحصل هناك بعض الاختلافات الداخلية التي تمنع بنيامين نتنياهو من استكمال هذه الصفقة والعودة إلى العمليات العسكرية، وكما سمعنا في الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة أن الجيش الإسرائيلي يحضر لاجتياح محافظة رفح ومدينة رفح، وهذا يشكل خطر كبير، فيها أكثر من 1,200,000 مواطن فلسطيني من النازحين وأهالي المحافظة، وهذا يعني اقتراب الجيش الإسرائيلي والدبابات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا والحدود المصرية الفلسطينية، وهذا يشير يطرح الكثير من التساؤلات ويعيد قضية التهجير القسري والتطهير العرقي. من جانب آخر، اليوم هناك عدة مسارات يتم الحديث عنها في ظل هذه الأجواء. الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع في الرياض ما بين ممثلين عن دول مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر أيضا. الأيام الأخيرة كان هناك اجتماع قمة في عمان بين الملك الأردني والرئيس الإماراتي. هناك تحركات سياسية قوية، اتصالين هاتفيين في أقل من 48 ساعة ما بين الرئيس الفلسطيني وأمير قطر، هناك حراك سياسي. اليوم بلينكين في المنطقة استهل زيارته بجولته بزيارة المملكة العربية السعودية، الجولة الماضية استهل زيارته بزيارة أنقرة في تركيا، هذا مؤشر قوي على أن هناك حراك سياسي، إلى جانب مفاوضات الصفقة والهدنة هو مسار باريس من خلال الوسطاء المصريين والقطريين، أن هناك حراك سياسي لبلورة خطة مستقبلية سياسية أمريكية في المنطقة، ولكن كل هذا مرهون بالتطورات فيما يحدث في هذه الصفقة وما يحدث من تطورات ميدانية على أرض الواقع في قطاع غزة. طيب، يعني على ذكر هذه الجولات المكوكية، زيارة بلينكين بهذه النسخة هذه المرة، هل يعني يمكن التعويل عليها خصوصا في ظل حديث الولايات المتحدة المتكرر في يعني في هذه الأيام على وجه التحديد حول إيصال المساعدات والأوضاع الإنسانية في لهجة ربما ستفضي إلى شيء يعني من أجل حل أو حلحلة هذه الأزمة؟ فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، نعم، واشنطن تطرح ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولكنها من
جانب آخر هي أوقفت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، هذا التناقض بين الموقف الأمريكي. من جانب آخر تأتي الولايات المتحدة اليوم وتتحدث عن الدولة الفلسطينية، ولكنها تتبنى رؤية بنيامين نتنياهو الذي طرحها منذ سنوات عندما قال للفلسطينيين كيان أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، عندما تتحدث واشنطن عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح، عندما تتحدث واشنطن عن خطة سياسية ودولة فلسطينية بدون جداول زمنية. أعتقد أن هذه المبادرات وهذه التصريحات كلها للاستهلاك الإعلامي. واشنطن هي غير جادة، واشنطن الآن الإدارة الأمريكية تعيش مرحلة من الضعف، مرحلة سنة سياسة انتخابية غير قادرة على تقديم أي مبادرة سياسية والضغط من أجل تحقيق ذلك. كبار المتبرعين للحملات الانتخابية سواء للكونغرس الأمريكي أو للرئاسة للبيت الأبيض هم من رجال الأعمال، المال والأعمال اليهود واللوبيات الصهيونية، وإذا كان هناك أي طرح لمبادرة سياسية والحديث عن كينونة سياسية فلسطينية هذا سيؤثر سلبا على الحملات الانتخابية ودعمها وتمويلها من قبل رجال الأعمال اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن غير جادة ولكنها تريد الحصول على نوع من التهدئة في منطقة الشرق الأوسط وعدم تعريض المصالح الأمريكية للخطر والتخفيف من حدة الرأي العام المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية المناهض للحرب والرافض للدعم العسكري والسياسي اللامحدود واللامتناهي لهذا العدوان الذي يشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. يعني في ظل مراجعة التصريحات بلينكن يتحدث عن مراجعة بلاده، أن بلاده تلقت الرد حركة حماس وأنها تقوم بمراجعة هذا الرد لعرضه على الحكومة الإسرائيلية، يعني ما هي طبيعة الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في هذه الجزئية تحديدا؟ يعني هل هي راعي لهذه العملية؟ هل هي مشرف؟ هل هي حارس البوابة؟ هل هي الداعم يعني في ظل دعمها لإسرائيل بالطبع؟ الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التصريح بكل علانية عن موقفها من هذه الورقة ومن رد حركة حماس إلا بعد السماع إلى رد الحكومة الإسرائيلية ورد بنيامين نتنياهو، لأنها لا تريد أن تعبر بموقف إيجابي ويأتي الموقف الإسرائيلي بالرفض ويتبين إحراج للموقف الأمريكي. في ظل هذه التطورات وهذه المفاوضات، الولايات المتحدة هي الطرف الأقرب إلى إسرائيل والطرف الأقرب إلى موقف إسرائيل بعكس الأطراف العربية التي مواقفها هي أقرب إلى موقف المقاومة والتي تضغط من أجل وقف العدوان، من أجل الحالة الإنسانية المتردية في قطاع غزة، إنهاء هذه الحالة الصعبة والسيئة جدا من خلال الحرب والحصار والتدمير المستمر. ولكن الإدارة الأمريكية تتريث وتنتظر إلى الرد الإسرائيلي. الرد الإسرائيلي سيكون أيضا ردا فضفاضا، لن يتم الإعلان مباشرة وبشكل صريح عن رفض بنيامين نتنياهو لهذه المبادرة. أعتقد أن هناك سيتم إحالة الموضوع إلى لجان مختصة للحديث بالتفاصيل، وكما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل. تم صياغة هذه الورقة بالتنسيق ما بين جهاز مدير عام جهاز الشباك ومدير عام جهاز الموساد الذين ذهبوا إلى باريس، بمعنى أنه عندما وضعت هذه النقاط كان هناك مشاركة إسرائيلية حقيقية، وهذان الجهازان يتبعان مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمعنى أن نتنياهو منذ اللحظة الأولى كان مطلع على كافة التفاصيل التي تم مناقشتها والحديث عنها في باريس. الآن نتنياهو يريد أن يتنصل من ذلك ويريد أن يناور وأن يكسب المزيد من الوقت ويجتمع مع المعارضة الإسرائيلية، تارة مع يائير لبيد وتارة يقول أن مطالب حماس كبيرة جدا ولديها ملاحظات كبيرة، ولكنه يريد أن يكسب الوقت ويلقي الكرة في ملعب الآخر في ملعب اللجان المختصة التي ستناقش التفاصيل. أعتقد أن المناقشات ستفضي إلى نوع من الاتفاق الجزئي وليس اتفاق إطار عام وشامل كما طرحت المقاومة الفلسطينية، وسيتم تنفيذ هذا الاتفاق الجزئي بمرحلته الأولى أو الثانية، ولكن في النهاية ستصطدم الأمور بموقف بنيامين نتنياهو وموقف الأحزاب اليمينية المتطرفة في هذه الحكومة الإسرائيلية.
الحديث أيضا بالتوازي عن الممارسات الإسرائيلية، يعني حينما يرصد المرصد الأورومتوسطي عمليات تعذيب وشهادات موثقة بل حتى يقوم بالتوثيق مرتكب هذه الجرائم، هل يمكن أن يضاف ذلك إلى السجل؟ هل يمكن أن تستفيد الدعوة أو يضيف ذلك إلى الدعوة المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية؟ ما تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها في قطاع غزة هي جرائم موصوفة في القانون الدولي بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، وهذا تم توثيقه من قبل مؤسسات دولية ومن قبل عدسات الكاميرات الإسرائيلية التي يبثها بعض الجنود الإسرائيليين في هذا السياق. كل ذلك نعم سيضاف إلى سجل هذا الإجرام الإسرائيلي، ولكن المشكلة كما رأينا أن العدالة الدولية قاصرة، يعني اتخذت محكمة العدل الدولية قرارها والإجراءات المؤقتة، ماذا حققت منها إسرائيل؟ هل التزمت؟ لم تحقق أي شيء ولم تلتزم بأي شيء، وهذا يحسب على المحكمة ويحسب على المنظومة القانونية الدولية وعلى القانون الدولي وعلى الأمم المتحدة بأن إسرائيل هي دولة متمردة على القانون الدولي وتتصرف وأنها كما هي في شريعة الغاب بأن البقاء للأقوى. إضافة إلى ذلك القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية وهي القضايا التي تحاكم أشخاص، أعتقد أن مستقبلها سيكون كما مستقبل القضية التي رفعت في محكمة العدل الدولية. لماذا؟ لأن القوة هي التي تحكم في هذا العالم، وتبين بكل وضوح سياسة المعايير المزدوجة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية في التعاطي مع ما يخص الشعب الفلسطيني عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. أكثر من 18 دولة ومؤسسة أعلنت تعليق مساعداتها للأونروا حول احتجاجات أو شكوك أو اتهامات لبعض الأشخاص هنا وهناك، ولكن دولة كاملة، كيان كامل يتم إبادة شعب كامل أمام مرأة ومسمع العالم بأكمله، هذه الدول تصمت، لا تحرك ساكنا وتبقي علاقاتها الدبلوماسية ومساعداتها العسكرية والاقتصادية مع هذه الدولة. أي عن أي عالم نتحدث اليوم نحن؟ نحن نعيش في شريعة الغاب، هذا العالم المنافق، العالم الأوروبي والأمريكي الذي لطالما تغنى بمعايير وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والعدالة، سقطت كل هذه القيم أمام ما يقوم به الجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من قتل الأطفال والشيوخ والنساء وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية والتنكيل والتعذيب بمن يتم اعتقالهم والذين يتم بث الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع التلفزة بتعرية المعتقلين والإساءة إليهم والتنكيل بهم. عن أي قانون دولي نتحدث اليوم؟ بكل أسف القانون هو للأقوياء ويطبق على الضعفاء. القانون تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول أوروبا الغربية لخدمة مصالحها الإقليمية الضيقة فقط، ولا تخدم المنظومة الدولية والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.